Take me to the moon.
to keep the bass going. اليوم ربحنا أربعة بلاش أربعة شيء بعدين طرح مزيان طرح باي كان جمعية تحفونا فيزيك ما وطاحوا هما شوية ميطالوا خرج واحد واحد شيء تعبونا شوية من بعد مركينا ثلاثة والحمد لله مركيت زوز وصاحبي معز مركز زوز ولا بأس الحمد لله إن شاء الله فينال وفيناليست وكوب عام إن شاء الله بقدرة ربي. دورة هذي كيفاش تقيمها من ناحية يعني من ناحية مستوى الفرق؟ والله دورة مزيانة برشا وتحفونا وان شاء الله تتعدى كيما هكا مريقله وقلت ربي لاباس ناجحه لحد الان امورها مريقله وناجحه صافا مريقله. والله ماتش باهي الاولاد في فورم اليوم وصلي على النبي التكتيك مشى والناس كلها لعبت وعطت الواجب والحمد لله كل واحد قام بواجب نتاعو والحمد لله ديما بفضل ربي الجوارات كلها في فورم اليوم ومشيت معنا الكره فما صارت الكره زاد. عزيز تقولي لو ما دخلت قلبك معبي في تيران ماركيت زوج بونتو؟ والله ديما كيكا معناها خاطر الاولاد معاملين عليا ديما والجمعه اللي فاتت واللي قبلها اون بيز قاعد نضيع وكل شيء دونك وعدتهم انا الجمعه هذيا باش نفرحهم وكل شيء والسهريات اللي رقدت لهم ثمانيه ما نساش نص نجيهم نروحوا ثلاثه دونك كهو الحمد لله يا ربي كالعاده كوكا كولا حتى نحن اوبجيكتيف دومي فينال ومن بعد ان شاء الله كالعاده فينال. طموحاتكم في التورنوا هذه وين باش كالعاده طموحاتنا نحن اللي باش نهز كالعاده باش نهزوا التورنوا نحن كالعاده كي مهزين الكوب ان شاء الله دوبلي سنة وكهو هذاك هو ان شاء الله بقدره ربي ديما كوكا كولا الفوق وكهو احنا جروب مزيان وعندنا وليدات باهين نضاف قاعدين امبيونس ما بعدنا كي تشوف ديما امبيونس ضحكه فهذيك حتى واحد كي باش يلومك يلومك من الكلمه الباهيه والحمد لله معناها من لا شيء عملنا جمعيه وقاعدين نكاو الحمد لله. We'll be right back.
كنت بوكو بلوس تكوير على الاعصاب والتكتيك دونك قلنا نقعدوا التالي نلعب على الكونتر اتاك سيتي لا بروميير ميتون هكاكا ومن بعد حبينا نحسنوا عملنا ان بتي شونجمون الحمد لله ماركينا بونتو دونك وليد ومن بعد حبت تزيد ماركي دونك حلت في الديفونس الحمد لله ماركينا ثالث ورابع لي بليسيو عندنا برشا بليسيو دو زاكس ما جاوش اليوم ورجع واحد في الوسط اللي ما كناش ما تريناش مع بعضنا برشا سينسير ما تريناش مع بعضنا ليسونسيال لعبنا وعملنا جولة لعبت الكل بارك الله فيكم فهمت انا نشوفها من احسن التورنوا اللي تعملت في تونس سينسير ما شنو اللي تحسن في الدوره هذه بارابور للدورات اللي سبق ليزيكيب تبارك الله عليهم مع التنظيم لي ليسونس ما فماش فالسيفيكاسيون الحاجه الوحيده هي السخانه نتاع الطقس ما حناش مسنسين تعرف احنا نخدموا ونلعبوا ميم طون
ما حناش قاعدين نترناو فما شكون بارك الله لي فيزيكمان، لكن فما شكون سخانة تأثر فيه وشوف دي بلسير كلهم دي بلسير مشكلة. بالنسبة للتحكيم لا يعطي الصحة، هو قال لك سان سيرمو من أحسن ليزربيتر اللي شدنا له، أنا خسرنا وقلنا من أحسن ليزربيتر اللي شدنا. ياسر يظهر لي هلا غال قبلنا بونتو من با 5 سكوند هو اللي دخلنا بعضنا فهمتني هلا غال شنو اللي ما مشيش في الماتش نتاع اليوم كل شيء خاصة جولة المنتخب كل شيء ما مشيش اليوم كل شيء هلا غال هلا غال يمكن خممنا في الماتش أكثر من لازم نخمو فيه أعطينا حجم أكثر من لازم هذا كالوية ديجا الجمعة اللي فات كبرنا أليز مترشحين لعبنا معنا عملنا نيول مع بودوس فهمت اليوم هبطنا ستريسي شوي فهمتني ماك تعرف كيف كيما بودوس ناس كل تحضر لها كا كلنا بونتو ولا غال ايش تقيم التورنواي التورنواي ناجح على المستويات الكل حاب نشكركم انتم على التغطيه نتاعكم الشامله للتورنوا التورنواي ناجح على جميع المستويات تنظيم تحكيم كل شيء والله الجروب المره اللي فاتت كي كورنينا من خسي الجروب رجع توا كامل اللي مضروب رجع لبيت الجروب حاضر الجروب كمل الكل وكشفت اللحمة نتاع الجروب سوليدير نتاع الجروب ان شاء الله يا رب نكملوا دومي فينال بالكدا ونكملوا فينال ونهزوا دوبليه ان شاء الله
بالتالي العزيمة تكثر قد ما يعني لي ريزلتا نتاع لي ماتش يكونوا أحسن وقد ما تقربوا من الفينال. بالطبيعة يا أخي تبدأ تلعب بالكدا وتقنع لونترونور وكذا والجروب ديما لحمة واحدة وكذا نحسنوا ديما نحسنوا إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن يا رب إن شاء الله. والله مش أول مرة تورنوا ديما برو هذه نظام صلي على النبي المسؤولين نتاعهم صلي على النبي ان شاء الله ان شاء الله يا رب من حسن الى احسن ديما هكا وديما يطوروا وديما من حسن الى احسن. Let me hear you say,
لعبه كيف هكايا معناها تحكم فيها معناها الاكثريه معناها تحكم فيها تكتيك نتاع اللعب. معناها الحقيقه نتاع ربي هما معناها حاضرين اكثر منا ونحن اول عام معناها بدينا سنه ان شاء الله هي بدايه باهيه وصلنا لانكار وخسرنا معناها مش هكا معناها مش غلبونا برشا في اللعب مره نحن مره هما معناها و ولدي حبي هو زاد هو يحبي يشوفوا قلت لك لا غالب معناها هما يعرفوا بعضهم اكثر منا ومعناها وترينا مع بعضهم معناها ديما واحد كلنا احنا اول عام ان شاء الله المره الجايه نعملوا ما خير وكهو تحيه لغزيله وكهو الحمد لله اليوم الجروب عندنا برشا نخدموا مع بعضنا اول مره كومبيتيسيون نشاركوا فيها الحمد لله ربحنا ورينا باركور من الاول باهي كلاسيه تروازيه من اول الشامبيونا الحمد لله تو باش تعديو دومي و 50-50 الجماعة الكل إن شاء الله كلهم يرجعني إن شاء الله نوصل فينا على بودة ربي المرة الأولى.